لا نعرف أكثر عن انتفاخ البطن. معنا عبر زوم دكتور حنينة أبي نادر، اختصاصي طب ووقاية. صباح الخير دكتور حنينة. صباح النور، بونجور. كيفك؟ ماشي الحال؟ كنت خير لو أنتو. الحمد لله. أنت اليوم معنا لنحكي عن انتفاخ البطن، يلي هو أمر كتير كومن عند كتار من الناس، عند السيدات وعند الرجال كمان. إذا بقى نعرف شو هو انتفاخ البطن وليه بيصير، أهم أسبابه. صحيح، هو سبب كتير شائع. تعرفي حضرتك أنه انتفاخ البطن بدنا نفكر فيها بشكل أنه من برا ومن جوا. ليش عم بقول لك؟ لأنه من برا إذا شخص كان هو عنده اوفر ويت او ناصح، في عندك الفات لاير، يعني في بين سماكه الجلد اكثر، بس هي كمان من جوا بدنا نفكر فيها كنفخه، تنقول اكثر شيء سبب غازي، نفخه بطن. بيجي المريض عم بيقول لك، انت بتشوف الديستنشن، بتشوف انه كبر ديامتر بطنه، بس هو بيقول لك انا حاسس حالي من جوا نفخت مثل البالون، اذا هيك هو بيشرحها. فهي بالنهايه مثل نوع من ساين اور سيمبتوم، بس هو بيجي عم بيشكي منها. هلا بالنهاية انتفاخ بحس فيه المريض من الداخل وبيزعجه، لانه ما بيجي لعندك اذا بس حس الانتفاخ او معود وصار له فتره. هيدا للاسف يتعايش معه، ولكن باوقات بيقول لك حسيت معه شويه نزاه، حسيت قلت شهيتي، حسيتها مع وجع. وهلا بنحكي فيهم هؤلاء مهمين خلال سياق الحلقه، بس انا بدي اقول لك ببساطه انه بربطها كثير بتناول الطعام. فأنا بربط كتير هالانتفاخ بالمصران الغليظ وبتناول الطعام. نعم، يعني احنا هون ما عم نحكي عن النصاحة، ما عم نحكي بس لنقول للمشاهدين عن يعني إذا فينا نقول الوزن الزائد أو الكرش عند الرجل أو عند السيدة، عم نحكي عن هيدا الانتفاخ يلي بنحس إنه البطن كأنه بنصير نقول بتحسه كأنه معبى هواء أو كأنه انتفاخ منه طبيعي عم نحس فيه. ذكرت إنه من أهم أسبابه هو الأكل، وبنعرف إنه هلأ ليتلي صرنا نسمع كتير عن ناس بيعملوا فحص معين ليعرفوا أي نوع من الأكل بيتلايم مع جسمهم، اي نوع من الاكل عم بيسبب لهم هيدي النفخه. قد ايه هون مدى ارتباط الاكل بنفخه البطن؟ كثير. ليكي خلينا نبلش غير انواع الاكل اللي هلا بنسميها، مثلا عندك اكل الفود ماب بنسميه، واحد عم بيعلق كثير، عم بياكل كثير معلبات. كلنا بنعرف صرنا اللاكتوز والفركتوز، وهن موجودين بالفواكه. يعني الفركتوز بيجي واحد بياكل الفواكه اكثر من زوم بينفخ بطنه، عرفنا كيف؟ فبالتالي كمان في شغله نحن عم ناكل، في كثير ناس هنا عم بياكلوا، بياكلوا بسرعه او بيحكوا كثير انه عم بياكلوا، او حتى هنا عم بياكلوا بيكونوا عم بيضحكوا، هون بيبلعوا هواء وكمان بيصير في انتفاخ للبطن، يعني ايروفاجيا، يعني اير سولوينج، نحن هون بلعنا هواء. وكمان هلا بالنهايه بنتبه، في ناس صاروا يعرفوا حالهم، انا بس اشرب حليب بينفخ بطني، بس راحوا اوريدي عند الطبيب وشفنا من شوي فحصهم، تنقول الطبيب اصلا من البطن لاربع اقسام، كبس ما وجعه، يعني مثلا عمل اوريدي الفحوصات. الصوره اللي كانت بعدها هي انواع اكل، اللي عنده مصران غليظ على حبوب بينفخ. الصوره اللي حطيتها الفاميلي 3 كمان هي انه كمان اليوم في عندنا بتشوفي بي وامه نفس الشيء، هن مثلا النوع يلي 100%. هون عم نحكي عن المصران الغليظ اللي هي اكثر من مره بالجمعه بيشكي من وجع او نفخه، او عم بيعمل اسهال وكونستيباسيون، او عم بيتغير الفريكونس تبعه، يعني بيفوت كل نهار شكل على الحمام، حتى الستولز الكونسيستنسي تبعهم يعني بيقول لك كل مره شيء. هي كثير مهم النقطه، لانه هون بتفكري بالمصران الغليظ اكثر من اشياء ثانيه. هون ليك كمان بتفوت الاكل، من شوي شفنا بتفوت الحبوب، هود الناس اذا اكلوا حبوب بينتفخوا اكثر من غيرهم. انا هدفي يكون هذا هي النفخه مش نيو ساين اوف شيء خطير، يعني اذا واحد عم بيعيش معها صار له سنه، اوكي ما في شيء خطير، بس اذا لا فجاه نفخت اكثر من اللزوم، طلع دم بالخروج، استفرغ، وجع اوت اوف بروبورشن، ما يقول انا متعود عليها، هون صار في نيو ريد فلاج، وبالتالي هون اكيد نرجع عن جديد نفحص كانه في شيء جديد ممكن يكون بده علاج. نعم، هل هو أمر شائع أكثر عند النساء؟ يعني أو النساء يمكن بتنتبه له أكثر لأنه بتكون نوعاً ما يعني السيدة بتحافظ أكثر على إذا فينا نقول شكل الجسم، وهيك عند الرجل يعني بيكون يمكن أوقات في كرش ديجا ما ببين أو مبلى، حتى إذا في كرش بنحس إنه لا هيدي نفخة غير اعتيادية.
لا لا، البطن والفات والكرش هيزيدوا وينقصوا، بس إن اكتر من جوه انسايد ايشو اكتر. الاوفر ويت مسبب ان هم بيعملوا اكتر اذا بدك النفخه، اوكي، لانه نمط حياتهم غلط، لانه ما بيعملوا رياضه، ليشدوا الابدومينال ماسلز عضلات البطن وبالتالي يشدوا شوي لجوه. وكمان نحن بنعرف النفخه هي كانت فانكشنال او نون فانكشنال، فانكشنال يعني من وراء كونستيباسيون مثل ما ذكرنا من شوي او شيء، المشي حيساعد بفوت اكثر على التواليت بتخف، فهن مرتبطين مباشره وغير مباشره. لكن عند النساء شوي اكثر، لانه عندك الجاينيكولوجيكال كوزز، يعني عندك الاوفير اذا عملت كيس على المبيض، عندك البريمنستري سايكل، يعني عندك اذا عملت بي ام اس بنسميها قبل الجمعه من الراجل، ممكن كمان تقول لك حسيت بنفخه، اذا عصبت زعلت ممكن تحس بنفخه. فاذا لا، انا بحترر هذا الشيء اكثر. حتى في بعض الامراض الاوتو اميون ممكن تكون سيلياك او غيرها، كمان هن بتكون اذا بدك اكثر. هون بحب اقول انه الطعام الغني بالالياف عاده بيخلينا نفوت على التواليت اكثر وبتخف النفخه، بس ما كثير نكثر منها، لانه كمان بنرجع قصه انه اكلنا كثير الياف مثل الفواكه بس فيها فركتوز، لا هون بتزيد النفخه. نعم، وكمان في النفخه عند الحمل عند النساء، قد ايه هي كمان مهمه ومهم ننتبه منها؟ ايه هون حسب، في نساء بيصح اكثر، نساء اقل، هون حسب في وزن بناخده، بنشوف اي شهر يحب حامل، واذا هي عندها استعداد تربح مور ويت او تخسر مور ويت. وما بعد الحمل عندك النساء اللي دغري بيظبطوا وزنهم ودغري لا، هون بترجع كمان لعوامل كثيره، وبدنا ننتبه ما يكون في اورجانيك كوز اهم شيء، يعني مش انه شخص عم بيربح وزن وعنده كسل غده ونحن مش منتبهين. يعني كثير هالامور مهمه، واكيد غير الرياضه والاكل بشكل معتدل، الكافيين بشكل معتدل، لانه كمان كثره الكافيين اذا بدك حتعمل اوقات اريتاسيون او مور انكزايتي. وهون بطلب كمان المي، لترين المي. بدنا ما ننسى كمان في ناس بنفخ بطنهم عندهم فايبرومايالجيا، هون بيجيك نفخ بطن عنده فايبرومايالجيا ووجع راس اوقات، بيكون هون مزاجه متقلب، يعني بتسال شو في مع اذا بدك هل نفخه البطن. عند الكبار بالعمر بحب اقول نفخه البطن مع وجع فجائي كتير قوي ممكن تكون دور الطوارئ، لانه عقدة مصران فولفولوس ما عم نسمع شيء على السماعه، لما نحط ما بنسمع الباولز الامعاء عم تتحرك، وبالتالي هم خاف فيها تكون اسكيمي، فيها تكون انفلاماسيون، كما انه ما ننسى فيها تكون نفخه بطن مرة انفكسيون التهاب كمان. طيب اذا بنحكي شوي عن اهم يعني اعراض الانتفاخ البطن، شو اول شيء ممكن نحسه؟ كيف فينا نشخص انه لا نحن هيدا الشيء عم بيكون عنا اذا بدنا متواصل لفتره معينه، او كل ما عم باكل هيدي الشغله عم بيصير عندي انتفاخ بالبطن، او هي مجرد مثلا مره او مرتين عم بتسائب؟ ذكرت من شوي الاكل، وكان في فحص الرجي للاكل، كلنا بنعرف وبنعمل فحص دم، بس هو اكثر اذا بدك بيجي نزاه واسهال. لا النفخه، انا عندي مثلا مصران غليظ، اكلت هذا النوع من الاكل في فورماسيون غاز، البطن تبعي ما عم بيقدر يعمل موتيليتي تبعه يتحرك بالشكل النورمال اللي بيكون عند غير ناس، وبالتالي بصير عندك بعض التعقيدات وبتعمل هذه النفخه عند ناس اكثر من ناس. انا بالنسبه لي هيني انه اخذ سيره طبيه المفصله تبع المريض، وبرجع بساله كمان، شفنا من شوي الصور الفاميلي تري الشجره العائليه، وبفحص. وانا بالنسبه لي هدول كثير مهمين، بس كمان في اشياء بتجي اي تيبيكال، يعني نفخه بطن لانه مثلا معبى مي بالبطن من وراء الكبد، يعني مش كل نفخه بطن هي انه بدها تكون ضمن هودي الاسباب اللي ذكرناهم. اذا اجاني نفخه بطن ومصفر، لا بدي افكر بالكبد كمان، لانه بيعمل شيء اسمه اسايتس، بيعمل مي بالابدومن، بيعبي مي فلويدز. طيب كمان في عندي قصه اذا ما عم بيهضم منيح، عندي كمان قصة البنكرياس، كمان البنكرياس اليوم إذا وضعه غير جيد، كمان مين منا ما بيعرف تما ننساها، كمان البكتيريا يلي كلنا بنعرفها، أكيد يمكن حضرتك سمع فيها الـ H. pylori اللي هي بكتيريا بنهي انفكسيون بنصاب فيها بالمعدة. هون بيوعى أوقات المريض جعان بيقول لك بدي آكل، وبيكون في أوقات ريحة تم، حدا بيقول له إنه في أليتوز، يعني ريحة تمك مش منيحة، بتكون بكتيريا بالمعدة بالاستوما عم نحكي مش بالمصران تحت، بتسبب كمان ابدومينال ديستنشن. ولكن احنا كحكمة قد ايه بدنا نكون حذرين. واخر شغله بختمه بقول لك انه من شوي كمان ايه ذكرتي حضرتك فحوصات، مريض عمره فوق ال 45 ولا مره عامل نادور، دغري ببعته على النادور نفخه بطن، لانه هو اصلا حتى لو ما عنده شيء بدي ابعته على الكولونسكوبي على النادور كعمل وقائي. نعم.
يعني هون في سؤال كمان بدي اسالك عنه دكتور حنينة، اللي هو اوقات اذا كان الكرياتينين عالي هل ممكن ياثر على الغدد بطريقه او باخرى؟ برافو على هذا السؤال، لانه انا اجاني شخص رحت فحصته بالبيت دغري اخذته طوارئ كان نافخ بطنه، طلع انه الكرياتينين عالي، لانه عمل بحثه، البحثه سكرت مجرى البول وعمل ايدرونفروز نفخت الكلى. فبرافو، الكرياتينين كمان او فشل كلى او شيء بالكلى ممكن يعملوا كمان مي بالبطن، او ممكن يعملوا انسداد يعملوا ايدرونفروز ما يعود يقدر المريض يبول مزبوط وينفخ بطنه. يعني هون ليك كم اورجانيك كوز صرنا مسميين، يعني انا وياك صرنا مسميين كثير اشياء هون بعد ما سمينا القرحه، بعد ما سمينا امور ثانيه. نحن بنجرب نذكر اكثر شيء موست كومن كوزز هلا تطمن انه لا اكثريتهم بيكونوا انه سافا، ما كثير بدنا نخاف، انه بالنهايه نحن بهمنا شوي بس اكثر نغطي انه ما نفكر السبب بس من مطرح ما نحن عم نوجع او بس مطرح ما نحن دلينا. في ناس بياخذوا دواء انتي ديبرسور بينفخ بطنهم بهالبساطه، عرفتي كيف؟ نعم. وهو هون عم نحكي عن التعايش مع هيدا الشيء دكتور حنينة، يعني لأنه هو مثل ما قلنا شيء كتير شائع، يعني بتخيل أنه بيصير مود دو في كيف نحن نعيش معه، كيف نحن نعرف شو هن نوع الأكل يلي بيزعجنا، شو هن الأمور يلي عم بتأثر كل ما يصير نعمل شيء أنه ينتفخ البطن، وهون لازم يصير شيء يعني عادة كأنه نحن عايشين مع هيدا الأمر، صح؟ صح. هلا اذا مثل ما ذكرت انه شو صار في عندي ريد فلاج، يعني شخص نفخ بطنه بس بالعكس خسر وزن، لانه يعني بنشوفها بتكون لا سمح الله كانسر، نفخ بطنه بس خسر وزن. منيح رجعت حضرتك حكيت عن هالنقطه. طب اذا شخص انا عنده نفخ بطن وبقول له انا في دم بالخروج بيقول لي لا، بس عنده فور دم، يعني عنده عم يخسر دم بالخروج بس ما عم بيشعهم بالعين المجرده، وبالتالي انا كطبيب بدي اكثر تو انفستيجيت، بدي اكثر اعمل اذا بدك فحوصات. فبالتالي يعني فيها تكون نفخة بطن مايلد، يعني أنا معود وبعرف حالي وبقول عندي المصران الغليظ إريتبل باول سيندروم وأنا عم بتعايش مع الحالة أنه صارت مايلد خفيفة مزبوط، شو باكل بتخف وبتزيد، وباخد بعض الأدوية أوقات إذا الطبيب وصف لي، وبعدين لا فيها تكون مع وجع ومش عم بتحملها وتغيرت وزادت. هون نطلب ساعتها يرجع عند الطبيب لأنه تغيرت في شيء فاكتور جديد بيكون فات. فلا هون ما تطمن راسك، تعال عنا تنفحص ونساعدك. بس اكيد اذا كانت مثل مصران غليظ اوقات نتعايش مع مدى الحياه ونحن اللي بنعالج حالنا اكوردنلي، اكيد نعم. بتضايق بالرياضه. هون اذا بدنا نحكي شوي عن العلاج، يعني هل هو بيفرق بقد ايه اليوم بيصير عندنا هيدا الانتفاخ بالبطن؟ امتى بيصير في ضروره لادويه معينه؟ وقد ايه هون كمان دكتور حنينة، لانه بنعرف نحن بلبنان الاكسي على الدواء هين، يعني في كثير ناس بيوصفوا لبعضهم انه يي هيدي نفخه مثلا خذ هيدا الدواء، خاصه بهالامور اللي بيعتبروها الناس بسيطه، انه يي نفخ بطنك خذ هيدي حبه الدواء هلا بيمشي حالك. قد ايه هون اهميه انه عن جد يكون التشخيص صح وما ناخذ ادويه عشوائيه بالوقت اللي في يكون نظام غذائي معين نقدر نرجلج هيدا الشيء؟ صح 100%، لانه انت هون عم تعملي كاموفلاج، يعني الشخص عنده مثلا نفخه كبير بالعمر، عمل اوبستركسيون او فولفلوس وبده دغري عمليه، عم ياخذ ادويه بيعمل كاموفلاج وانه لا هي نفخه ما في شيء، لا انت نفخه البطن. هون بزيد معلومه، مع بطن رجيد قاسي يعني اللي حواليك حسوا انه نفخه بس محجره، لانه احنا بنفكر انه نفخ يعني لين، لا. وبالتالي طيب نفخة مع استفراغ، وهذا الاستفراغ بليس نون بليس بليس، يعني فيه كمان لون أصفر أو أخضر يميل إلى إشياء بنفكر فيها بأوبستركسيون، نعرف وين الليفل بنقول لا هذا الأوبستركسيون أوطى من العادة، لأنه فيها تكون من المعدة، فيها تكون لا تحت من الأنتستان. أوكي كتير منيح هيدا النفخة مثل ما ذكرت مع حرارة، يعني أنا بفكر لقيت فيروس، لقيت إباتيت، ضرب كبده، هو عادة كتير بيشرب كحول ووزنه زايد، الكبد تبعه عم بيعمل له ذكرنا من شوي المي، تجمعة المي بالبطن. بعد هون ما حكينا عن البحصة الجولد ستون، البحصة كمان يلي بتعمل غير بالكلى، البحصة بالكبد. فأنا عند الكبار بالعمر بخاف من اوبستركسيون لأنه ما عندنا وقت ننطر، في أوقات ب 24 ساعة بتكون عملت العملية وإلا بتصور بيكون في خطر على الحياة.
نعم دكتور، خلينا لنختم شوي، هل في طريقة للوقاية منها؟ يعني هل هي بتجي بتبلش بعمر معين، أو ممكن حتى الأولاد الصغار نعرف من هن وصغار أنه عندهم هيدا الموضوع، نلاحظ في نفخة بالبطن، وهل في طرق أنه نتوقع من هيدا الشيء على عمر مبكر أو على مرحلة مش متقدمة؟ اوكي، عند الاولاد الصغار هي بتكون اوقات حلقه واحده مع بيديات، لانه بتكون في اسباب مختلفه كليا عن الكبار او الاعمار بين 30، لانه نحن نقسمهم صغار واعمار متوسطه واعمار كبار، بنفكر هالشيء كاطباء، بنفكر باسباب اخرى كثير مهمه. مثلا عند الولد بساله مثلا، كثير بينسال قبل ما يروح على البيديات اذا هو عم بياكل، اذا ما عم بياكل عم بيستفرغ كل شيء عم بياكله مع نفخه بطن، لا بتفكر باشياء مور سيريس لانه ما عم بياكل استفراغ بعد كل اكل اتسترا. بس عند الاعمار المتوسطه اوكي بتكون اكثريتها اسباب مطمنه، بس كمان مش معناتها انه نحن ما بدنا تو ديج ان ذا هيستوري ونفحص. وعند الاعمار الكبار لا، انا باخذ كل نفخه بطن خاصه اذا كانت شديده او زادت فجاه او مع سين جديد، يعني اخ وصريخ ما عم بيقدر بقى يحكي معك، وهذا السبب هيدا. انا بس بحب ركز على شغله، انه كوقايه حكينا عن الوقايه من الاكل وبنعمل رياضه والمي، بس بركز اكثر شيء على وقايه اللي هي وقايه النضور مع لكل العمر فوق 45 سنه، حتى لو ما كان عندهم اي عارض اجباري يعملوا النضور، كون الكولون كانسر هو من اول 3 اسباب للوفيات للاسف بالعالم، مثل اللونج كانسر والبروستات عند الشباب واللونج والبريست عند النساء. يعني بالنهاية دكتور حنينة، قد ايه هو موضوع ممكن يكون بسيط، قد ايه ممكن كمان بذات الوقت تجاهله او عدم علاجه ممكن يدل كمان على امور مش بس مرتبطة بانتفاخ البطن، اذا فينا نقول كمصران غليظ، يعني ممكن يكون في مشاكل كتير اكبر من هيك، كرمال هيك لازم دايما انه نراجع الحكيم، ومثل ما قلنا وما ناخد ادوية يعني عشوائيا على انه هيدا الشيء كتير بسيط وبيصير مع مين ما كان. والكولا وكمان مشروبات غازية، انتبه هذا نذكر اوكي، يعني بيجيك واحد بيشرب اوقات نص لتر مشروبات غازية بيقول لك اخ نفخ بطني، خلص هون بيبقى عارف حاله، ما بيتصل بالطبيب. ففي كثير ناس صاروا يعرفوا انه شو السبب، يشتغلوا على اسباب كوقاية. كثير مهمة انه انت تعالج جسمك قبل ما الطبيب يعالجك، بس الطبيب بده يوجهك. نعم، وهيدي هون أهمية دايما، أنه لأنه مثل ما سبق وقلت أنه نحن بنوصف لبعضنا، يعني أوقات كتير المشكلة بتكون صغيرة بيمشي الحال، بس أوقات يعني بتكون المشكلة كتير أكبر ونحن بنكون عم نعالجها بأشياء كتير بسيطة. دكتور حنينة نعم تفضل. نو ختاما ذكرتيني أنه هون بدبي صعب تاخد الدواء، كتير بديك أوراق وهيك، فبكون نازل على لبنان وجاي بليز جيب لنا هذا الدواء بالعكس بتقلب القصه انه انت جيب لنا معك صح هون بلبنان يعني كانه شيء كوزمتيك، يعني عرفت كانه شيء كريم يعني. دكتور حنينة ابي نادر اختصاصي طب عام ووقايه، شكرا كثير لك على كل هالمعلومات القيمه يلي اعطيتنا اياها، شكرا.